انا هبتدي الاول. احنا النهارده طبعا ان شاء الله هناخد ليسون 3 اللي هو الجيومتري. طبعا هناخد ليسون 3 وهكتب اليونت عشان في ناس بيسالني الليسون واليونت. يونت 4 تمام كده. طيب اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو ذا ايسوسيلس رانك. بس هبدا الاول بحل الكويز اللي هو خدناه في بدايه الحصه عشان انتوا تعملوا كوريكشن معايا. خلي كل مساله او تفتكر. طيب اول سؤال كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي كومبليت. مستر احنا كنا المفروض نبعت لك كويز ولا المفروض نبعته. نبعته عشان اعرف مين اللي حل ومين ما حلش. الكويز ولا الورق اللي انت بعته من الكتاب؟ لا الكويز اللي هو المحلول الحل بتاعكم يا جماعه. انا بعته اوريدي الحل بتاعكم تبعتوه. اوكي تمام. هو كده كده بس عشان البارتيسيبيشن، لكن انا كده كده عامله كوريكشن هنا ما تقلقوش، بس انا بتكلم عشان البارتيسيبيشن بس، درجات البارتيسيبيشن. طيب ذا كونكرنت بوينت اوف ميديانز، احنا اتفقنا يا جماعه الكونكرنت بوينت اوف ميديانز ده هقوله الاول بس كوريكشن اوف كويز اهو اوف كويز، وبعدين نبتدي نخش في ايه في موضوع الاسوس ترينج. طيب الكوريكشن اوف كويز هو كان بيقول لي كونكرنت بوينت، احنا قلنا يا جماعه الكونكرنت بوينت لو قال لي فروم بيز، هو طالب الاول بيقول لي ايه؟ ديفايد ايتش ميديان ان ذا ريشيو نقط فروم بيز، لو قال لي فروم بيز او 1 تو 2 ده فروم ايه؟ فروم بيز. طب من ناحيه الفيرتكس يبقى 2 تو 1 فروم فيرتكس. هو بصراحه في الامتحان ما بيجيبش الاثنين في سؤال واحد، فبيجيب يا دي يا دي. يبقى لو قال لي فروم بيز 1 تو 2 فروم فيرتكس 2 تو 1. لو اتلخبطوا فيها حتى انا كنت بقول للطلبه ايه؟ بيز البتاع بتاعت البي دي عامله زي ال 1 يبقى 1 تو 2 عشان بس ما ننساش يعني. بصوا 1 زي على زي العصايه بتاعت البي دي. طيب ولو فيرتكس بقى تعكس 2 تو 1. طيب سايد اوبزيت تو 30 قلنا بيبقى ايكوال هاف الايه؟ هاف الهايبوتنس. طب نمبر 3 كان بيقول لي ايه؟ ذا سايد ذا ميديان اوف ترانجل درون فروم ذا رايت فيرتكس، يعني زي كده اهو رايت فيرتكس اهو، والميديان اللي درون منها ده كده بيبقى هاف الهايبوتنس. اوف الهايبوتنس. طيب الرابعه اللي انا قلت لكم فكروا فيها اللي هي ايه يا جماعه؟ بيقول لي ان انت عندك ترانجل، عندك ترانجل ماشي، الترانجل ده فيه انجل واحده قد مجموع الانجلين التانيين، يعني انجل ايه لوحدها قد انجل بي بلس انجل سي. الحركه دي يا جماعه ما تتحققش الا في ترانجل واحد في الدنيا، هو الرايت انجل ترانجل. اشمعنى؟ لان لو انجل اي دي 90 خدوا بالكم بتلاقي مجموع الانجلين التانيين اللي هم بي وسي 90، ما اصل دي 90 لازم الاثنين دول يبقى مجموعهم 90 ليه؟ عشان يبقى الترانجل كله 180. فتبص تلاقي انا ارسم الترانجل قدامي عشان يبان معايا، يبقى الانجل الكبيره يا جماعه اللي هي بتساوي الاثنين الصغيرين دي اكيد دي كانت 90، انجل اي دي اكيد كانت 90. بدليل لو دي مثلا 60 ودي 30 هيبقى 60 بلس 30 90 قدها، وهم كلهم مع بعض عاملين 180 لان اي ترانجل 180. فلما يقول لي انجل ايكوال انجلين الحركه دي ما تتحققش الا في ايه؟ الا في الرايت انجل ترانجل. طب انا يهمني في الرايت انجل ترانجل مين؟ احنا عارفين ان اطول سايد اللي هو الهايبوتنس ده اطول سايد. يهمني فين الرايت انجل؟ الرايت انجل اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اكيد هي دي اللي رايت. وانا قلت لكم قبل كده عايز اي انجل لو من غير ما ترسم تجيب مين السايد اللي في وشها؟ يعني السايد الاوبوزيت لها كده؟ خد الرمزين المخالفين، يعني ترانجل اسمه اي بي سي. هي انجل ايه هي اللي رايت؟ يبقى اكيد السايد اللي في وشها اسمه بي سي. اكيد السايد اللي في وشها اسمه بي سي. افرض انجل بي هي اللي رايت مثلا. افرض انجل بي هي اللي رايت، اكيد السايد اللي في وشها اللي هو الهايبوتنس هو اي سي. وهكذا. يعني الحرفين اللي فاضلين. فعلا لو انجل ايه هي اللي رايت يبقى البي سي هو الهايبوتنس. وده بيبقى ذا لونجست سايد ان ذا ترانجل يا جماعه. فهو السؤال بيسالني بيقول لي ايه؟ then the longest side is، يبقى longest side كان بي سي، دي اول اجابه. بيقول لك and it is called، بنسموه ايه اللونجست سايد ده في الرايت انجل ترانجل؟ بنسميه هايبوتنس. مثلا انا عندي سؤال. اتفضل. مش هو بيقول ان a equal b plus c يبقى كده هما الاثنين نفس الفاليو؟ طب لو نفس الفاليو مش كده نفس القد او السايز ولا ايه؟ المفروض ما هو فعلا الاي هنا ب 90. طب اعملي بي بلس سي كده 60 بلس 30 هيديكي 90. شفتي؟ ما تحققش الافتراض. طب كده مفيش حد لونجست ولا ايه؟ لا ده هو بيتكلم على السايدز. الانجلز دول الاثنين قد دي، ده الانجلز اللي هي الديجريز دي. هو بيتكلم على السايدز بقى اللي هم بي ايه وايه سي
وبي سي، مين في اطول واحد فيهم؟ بي سي. فاهمه؟ يعني هو مديك الانجلز وبيسالك على السايدز. سؤال لئيم جدا. تمام. بيديني الانجلز ويسالني على السايدز. معايا يا جماعه؟ يبقى كده اللونجست سايد هو مين؟ كان هو بي سي لما انا رسمت الترانجل وضع. تمام؟ في نفس الوقت اسمه ايه؟ يقول لي اسمه ايه؟ او اللي اسمه هايبوتنس. اللونجست سايد ده اسمه ايه؟ اسمه هايبوتنس، ده اسمه مشهور ملوش اسم تاني غير كده. والحركه بتاعه انك تلاقي انجل قد انجلين مش ممكن تلاقيها في اي ترانجل في الدنيا. هو رايت انجل ترانجل بس اللي متميز بالميزه دي. ليه؟ عشان دي تبقى 90 ودول الاثنين 90، لما تعملهم كلهم بلس بعض يدي لك كام؟ 180. لو جينا بصينا على ايه؟ الكويشن اللي بعد كده اللي هو انا اديته لكم برضه، كان مديني كان مديني ترانجل كده. ماشي، انا طبعا لازم ارسم الترانجل اهو. مديني ترانجل كده اسمه ام ان كيو. ام ان كيو دي كلها اسئله جت في امتحانات قبل كده يا جماعه، انا بعودكم على الامتحانات من دلوقتي. وده كده يا جماعه خارج كده ميديان طالما نازل لهنا اسمه ام ار. اوكي، وبعدين قام عامل لي ايه؟ وقال لي ده طوله 3 سنتيمتر. ماشي، ده ام ار ده 3 سنتيمتر. قام راسم لي تحته ترانجل اللي هو بتاع 30 وعامل كده. قام قال لي الانجل دي 30 وقال لي ده ايه؟ انا في الامتحان برضو اعمل كده يا جماعه، ارسم المساله كده واكتب جنبها الجيفن والار تي بي والبوز. وقال لي ان ده ايه؟ الهايبوتنس طبعا. قال هو قال لي ان دي رايت. طالما رايت يبقى اللي في وشها ده هو الهايبوتنس. قال لي انه كام؟ قال لي انه كام؟ انه 12 سنتيمتر. قال لي انه 12 سنتيمتر. اوكي؟ طيب. معلش يا جماعه دقيقه واحده استاذنكم. لا عادي عادي يا مستر. طيب بص يا جماعه، هو انا طبعا ارسم الترانجل، ابتدي بقى ايه الجيفنز اللي هو مداري دي كده ايه على بعضها زي باراجراف دي، لا انا اكتبها انا ايه بتنظيم اهو. حل يبقى كده في الامتحان يا جماعه. ادي جيفن، اول حاجه قال لي ايه؟ قال لي ميجر انجل كيو ان او. انا ما يهمنيش حتى لو ما خدناش الايسوسس النهارده، بس يهمني ان احنا نعرف هاو تو بروف. مش مشكله عندي النهارده درس الايسوسس خالص، بس مشكله نعرف هاو تو بروف. ميجر انجل كيو ان او ايكوال 90. نمبر 2 الجيفن اللي بعده قال لي ايه؟ قال لي ار از ميد بوينت. ار ميد بوينت ماشي اوف كيو ان. الجيفن اللي بعده عايزكم لما تحلوا تكتبوا لي كده يا جماعه في الحل. ميجر انجل او ايكوال 30. الجيفن اللي بعده في الامتحان في اي حته تكتبوا كده. الجيفن اللي بعده ام ار ايكوال 3. ممكن اكتب الجيفن الثاني جنبه ده عشان المكان. اللي بعده او كيو ايكوال 12. انا كده ابقى منظم في الامتحان. طيب سنتيمتر سنتيمتر. طيب انت عايز ايه بقى؟ الار تي دي المطلوب. قال لي بروف ان ميجر انجل، اثبت لي ان ميجر انجل ان ام كيو ايكوال 90. زي ما قلت لكم يا جماعه الجيفنز هتساعدني في ايه؟ في البروف جدا. هاخد اول جيفن اللي هو ده واكتب قبله سيتس. سينس ميجر انجل، خدوا بالك هو اول جيفن اصلا ايه؟ ان كيو ان او. كيو ان او يعني انا شغال في الترانجل اللي تحت. ممكن اقوم اقول له ايه؟ بص كده ان تريانجل، يعني اعرف الترانجل اللي هشتغل فيه. كيو ان او يعني انا بقول له انا هشتغل لك في الترانجل ده. طب هتشتغل في الترانجل ده هتعمل ايه؟ قال لك ان تريانجل كيو ان او. نقول بقى ليه ناخد الجيفن اللي هو جايبه اول جيفن. سينس ميجر انجل كيو ان او ايكوال 90. وانا قلت جيفن ال 90 يا جماعه ما يجيش لوحده، لازم يجي معايا ميد بوينت يا 30. طب الترانجل ده فيه جيفن ال 30 اهو، يبقى احنا خدنا الجيفن ده، ناخد معاه الجيفن بتاع ال 30 اقوم كاتبه له جنبه كده وميجر انجل او. اتعلموا طريقه البروف دي يا جماعه عشان مهمه جدا. هيفيدني في ايه يا جماعه الكلام ده؟ ترانجل رايت وفي حد الانجل دي 30، حد يعرف يقول لي هيفيدني في ايه؟ يبقى السايد اللي في وش ال 30 اللي اسمه ايه يا جماعه؟ كيو ان. هيبقى هاف مين؟ هاف الهايبوتنس اللي اسمه هاف او. برافو عليك. يبقى ذيرفور اقول له كيو ان ايكوال هاف كيو او ايكوال كام بالمره بقى يا جماعه؟ ما هو ده 12 اصلا، يبقى ايكوال كام؟ هيبقى 6. يبقى كيو ان كده ايكوال 6 بالمره. يعني اللي يقراها كيو ان اهو كيو ان هاف كيو او وفي نفس الوقت كده يبقى ايكوال 6 لان ده 12.
طيب ده كده استفدنا من الجيفن ده والجيفن ده على فكره، والجيفن ال 12 كمان يعتبر خلصناه لان خدنا منه ان ده 6. حلو، فاضل لي التو جيفنز التانيين. طب التو جيفنز التانيين موجودين في مين؟ في الترانجل اللي فوق. اقول له ان ترانجل، سميه باي اسم، كيو ام ان مثلا، كيو ام ان، والفوق ده اقول له بقى ايه؟ خد الجيفن ده اللي عليه الدور سينس، اخد الجيفن واكتب له سينس، سينس ار ميد بوينت، خد بالك، ومعاه بقى الجيفن ده بتاع 3 ده، ام ار ايكوال 3، خد بالكم يا جماعه، ام ار ايكوال 3. وانا اصلا قال قبل كده ان كيو ان ب 6، خد بالكم كيو ان ب 6 المفروض على فكره كنت اكتب ورا دي، معلش بس انا نسيت، لما ده ب 6 يا جماعه، او نكتبها هنا في بعد عادي، مش هنسال قال ان كيو ان ده كله 6. طيب ام ار ده 3، خد بالكم المفروض اقول له بقى ايه؟ وسنس او ذير فور، يعني المفروض كنت اكتب له بعد 6 دي حاجه كده، بس انا نسيت اكتبها، يعني كان المفروض اكتبها اقول له ذير فور ان كيو ار ايكوال ار ان ايكوال 3، مش ده كله 6 يا جماعه ومقسوم نصين، يبقى الحته دي 3 والحته دي 3. طب هو امتى يتحقق يا جماعه ان السلاين ده يبقى ايكوال هاف كيو ان؟ في حاله واحده، لو الانجل دي ايه؟ 90. ما هو الرول بتقول لي ايه؟ لو الانجل دي 90 هتلاقي الام ار هاف كيو ان. طب الكونفرس بتاعها لو الام ار طلع هاف كيو ان، يبقى ذير فور الانجل دي كانت ايه؟ كانت 90. وهو ده اللي عايز يثبت، اقوم قايل له ذير فور على طول، ذير فور ميجر اوف انجل ان ام كيو ايكوال 90. وانت عامه لو خلصت كل الجيفن واستنتجت منها ونكتب المطلوب على طول. بص لو لاحظتوا حاجه، انا لما مسكت الجيفن واحد واحد وطلعت منه حاجات، لقيت الدور على الخطوه بتاعت المطلوب، او الستيب بتاع المطلوب مني اللي هو الريكوايرد بروف، ان انا اثبت الانجل دلوقتي. يعني الفكره كلها ايه تاني يا جماعه؟ هقولها تاني بس اورال كده ثانيه واحده. الترينجل ده الانجل دي 30 طلع كيو ان، او الهايبوتس طلع 6، طالما 6 يبقى مقسوم 3 و3. في الترينجل اللي فوق طالما انا لقيت اللاين ده يا جماعه هاف ده، اي ترينجل في الدنيا كده لو انا رسمته كده ولقيت طالع لك كده لاين كده، واللاين ده لقيته نص اللاين ده، ده كده نص ده، الحركه دي ما تحققش الا اذا كانت دي رايت فيرتكس، يبقى ذير فور تقول على طول ان دي كانت رايت، وده اللي حصل، يبقى ذير فور الانجل دي كانت 90. ها مين اللي عايز يسال؟ مستر ازاي جبنا في الام ان كيو خليناها 90 ديجريز؟ ما انا بقول اهو بقى، مش انت عندك اللاين ده دلوقتي نص كيو ان ولا لا؟ الحركه دي ما تتحققش الا اذا كانت الام دي 90، ما تتحققش ابدا الا اذا كانت الام اللي فوق دي 90. مستر تمام، هو انا مش فاهم من اول فين؟ من اول الام دي، ان الام طلعت 90. اقولها تاني، اقولها تاني دلوقتي يا جماعه، الترانجل اللي تحت مش الانجل دي 30؟ قولي بقى معايا اللي مش فاهم مين. بيربترا الانجل دي 30، تستفادي من كده ايه؟ نعمل ديفايد او الناحيه الثانيه تبقى 30؟ مش نعمل ديفايد، نستفاد من كده ايه؟ الانجل دي لما 30 مين اللي في وشها؟ كيو ان صح؟ كيو ان ده هيبقى نص الهايبوتنس، هيبقى كيو ان طوله كام؟ 6. في مشكله كده؟ لا. طيب تعالي خش بقى في الناحيه الثانيه، في الترانجل الثاني، هو بيقول لي دي ميد بوينت ومديني ده طوله 3، طب وانا لسه جايب ده 6، انا عندي ثيرم بتقول مش ممكن تلاقي انجل كده حتى لو الترانجل مقلوب اهو، لو لقيت السايد طالع من الترانجل ده بس الميد بوينت كده ميديان، يعني لو لقيت ان الميديان ده طلع هاف الهايبوتنس ده او طلع هاف السايد ده زي حرف تي اهو، لو لقيت ده نص ده، الحركه دي ما تتحققش الا في حاله واحده بس، لو الانجل دي 90. فانا قلت له خلاص طالما الام ار طلع هاف كيو ان، يبقى اكيد الانجل دي كانت 90، اللي هو بيقول لي اثبت انها 90 اصلا، بيقول لي اثبت ان انجل ان ام كيو دي 90. انت معايا يا بربترا ولا مش معايا؟ تمام. طيب بص يا جماعه المساله الثانيه، بص انا عندي سؤال. انا هخلي ده بس هكتب التايتل بتاعنا اكسرسايز اون ميديانز، حاضر ثانيه واحده بس، هكتب اكسرسايز اون ميديانز، مش لازم الايسوسيس نار، المهم ان احنا نفهم ده ما نتنقلش الدرس واحنا مش عارفين الدنيا. اكسرسايز اون ميديانز، بتقولي ايه اللي بتسال؟
هو في حضرتك البروف اللي قبل كده انا كتبت في الاخر quite easily done اللي هو كيو اي دي. المفروض اكتب كيو اي دي المفروض يعني، بس اللي مش هيكتبها يا جماعه ما بيحاسبوش عليها يعني ما تقلقوش. المساله اللي بعد كده جاب لي ترينجل عامل كده، ودي سهله ولذيذه واحنا متعودين عليها. ترينجل عادي جدا ما قالش انه رايت ولا حاجه، وقام عامل لي هنا ميد بوينت. ترينجل اسمه ايه؟ بي سي، ودي طبعا جايبها من الاولدرز. حط لي هنا الدي ميد بوينت، حط لي هنا الاي ميد بوينت، ماشي شكرا. وبعدين قام وصل لي اوتوماتيك كده يا جماعه من قبل ما احل، الدي اي هتبقى هاف البي سي، يعني البي سي ده 8 يبقى اكيد الدي اي ده هيبقى 4 مبدئيا كده مبدئيا. طيب تعالى بقى دلوقتي قام وصل لي الميديان ده، الميديان طالع من الفيرتكس لحد الدي، وصل لي ميديان تاني من البي لحد الاي. طبعا ميديان ودي كونكرنت بوينت اللي اتقابلوا فيها، يبقى متقسم 2 تو 1. ماشي طيب تعالى نشوف الجيفن بقى والحركه دي والافات دي. هو انا كاتب بتلخيص بقى كده، اكتب الجيفن. هو طبعا بيقول لي ايه؟ ترينجل اي بي سي مش عارف ان ويتش دي اند اي ار ميد بوينت. انا يهمني في الجيفنز يا جماعه الميد بوينت الايكوال الحاجات دي اللي اكتبها. دي اند اي دي ميد بوينت دي جيفن مهم جدا، مش لازم اكتب بقى ترينجل اي بي سي. انا بلخص في الجيفن دي يا جماعه، انا بلخص المساله. خلي شكلها يعني مهندم كده. طيب مرتب. بعد كده ايه اند بي ريسبكتفلي مش عارف ايه، يعني في كلام كتير كده ما خدش مالناش دعوه بيه. انا يهمني الايكوال الميد بوينت الحاجات المفيده دي. ام سي ايكوال 6 طبعا مفيد. بعد كده في ايه تاني؟ وام بي ايكوال 4. الحاجات بتاع الايكوال دي كلها خلي ده جيفن 3 عشان دي اللي انا همشي عليها، احط قبله سنس واطلع منه حاجه شكرا لا المساله خلصت. لو كتبت دول بنظام كان المساله خلصت على طول في فيمتو ثانيه. بي سي في كده ناس يقول لك ايه طب ما جيفن يا مستر معلش درجات، هو فعلا معلش درجات بس انا لما بكتبها يا جماعه بتساعدني انا في الحل سريع وما بنساش حاجه. طيب بعد كده ار تي بي، ار تي بي الار تي بي بيقول لي ايه؟ فايند بريمتر. والمساله دي يا جماعه هتلاقوها تقريبا راشقه في كل الامتحانات. يقول لي هات لي بريمتر اوف تراينجل. المساله دي امتحانات في الجات اوريدي فعلا يا جماعه بتاعت مدارس اي ام اي كي. نبتدي في البروف عشان نبقى متعودين على مسائل الامتحانات من دلوقتي. تعالى دلوقتي في البروف، احنا اتفقنا البروف المستر قال لنا امسك اول جيفن وحط قبله سنس. اول جيفن سنس دي اي ميد بوينتس. طبعا المفروض اقول له بقى ميد بوينتس اوف كذا وكذا ومش عارف ايه بتاع، مش مشكله يعني. المفروض تقول له اوف اي بي اند اي سي. انا يهمني ان ذير فور انا اكتب الجيفن يا جماعه وقبله سنس واروح ابص عليه تاني. يعني اكتب سنس واكتب اول جيفن وبعد ما اكتبه اروح ابص عليه في المساله. الخطوات تاني اكتب سنس واكتب الجيفن وبعدين اروح ابص عليه في المساله. طب بص كده الدي والاي ميد بوينتس فادوني في ايه؟ فادوني ان الدي اي نص البي سي يعني ده فور. واكتب للمصحح على الرسمه يا جماعه عشان لو حاجه نسيت اكتبها هنا في البروف المصحح يشوف على الرسمه يديني درجاتها. يقول يبقى دير فور دي اي ايكوال هاف بي سي ايكوال كام؟ 4 سنتيمتر. كده انت خدت بتاع ثلث الدرجه من اول جيفن بس. طب الجيفن ده خلص بس انت في الامتحان ما تعملش صح جنبه بقى. انا بعمل لكم صح بس عشان نفهم، ما تعملش انت صح جنبه لان المصحح يقول لك عامل علامه في الورقه او حاجه. طيب جيفن اللي عليه الدور مين يا جماعه؟ ام سي 6. ام سي 6 وبرده المفروض اقول له خدوا بالكم خدوا بالكم المفروض عشان دول ميد بوينتس برده اقول له ذير فور تاني ايه؟ ذير فور اقول له ان السي دي ده ميديان والبي اي ميديان. ذير فور سي دي وبي دي ميديانز اند ام از كونكرنت. كونكرنت وخلاص يعني معناها. انا ليه بقول له الحوار ده؟ عشان لما اجي اقول له ان ده قد ده مرتين والكلام ده يبقى كلامي ايه؟ مصدق. انا قلت له دلوقتي ما طالما دي فعلا ميد بوينت يبقى اكيد السي دي ده ميديان، وطالما دي ميد بوينت يبقى اكيد البي اي ميديان. يعني حته يا جماعه ان دول تو ميد بوينتس فادوني في كذا حاجه. فادوني في ان دي اي اوف بي سي، فادوني في اني قلت له ان السي دي ميديان والبي اي ميديان، وبناء عليه الام دي كونكرنت بوينت. والكونكرنت بوينت دي لها لازمه. ايوه لها لازمه. الكونكرنت بوينت لها لازمه انها هتقسم لي ده قد ده مرتين. طب نبتدي بعد كده نقول له ايه؟ ناخد الجيفن اللي عليه الدور ده. بص الجيف الاولاني طلع لي قد ايه شغل قد ايه يا جماعه؟ نكتب سينس ام سي ايكوال 6 ونجري نشوفه على الرسم. ام سي ب 6
حد يعرف يقول لي هيفيدني في ايه يا جماعه؟ ان السايد الثاني اللي هو بي ان بي ام سي بي ايكوال هيبقى 6 6 هيفيدني في سنتيمتر، ايه؟ ايوه كملي بقى قولي لي اسمه على طول. ام ام بي ايكوال ايكوال 6 3 سنتيمتر. صاد، شكرا. وممكن انا على فكره كمان احط له وراها وذير فور، لان ممكن يكون طالبها. سي دي كله هيبقى 9، واللي اجيبه يا جماعه اكتبه على الرسمه بالحته دي 3 وذير فور كمان، كل اللي بطلعه من مجهودي ده اكتبه سي دي كله هيبقى 9. ماشي مش مشكله لو كترت، انا عادي طالما بكتر معلومات صح خلاص. طب خلصنا الجيفن ده، ده اللي عليه الدور. ام بي 4 سينس، اخد وقت قبله سينس. ام بي 4 هيفيدني في حاجه؟ مين يعرف يقول لي؟ ام بي ده لو 4 يا جماعه هستفاد منه ايه؟ حد تاني غير ان ماريا بقى؟ السايد اللي تاني هيبقى 2 ام حد اي تاني 2. غير ماريا يا جماعه؟ ماريا الوحيده اللي بتجاوب؟ طيب ماشي. طيب تعالى بقى دلوقتي، يبقى دي 2 مش دي 4، يبقى دي 2 therefore ام اي ايكوال 2. وذيرفور كمان ممكن اقول له ايه؟ البي اي كله 6 عشان اذا طالبه يعني. مستر بس ده مش انفورميشن احنا مش محتاجينها مشكله دلوقتي. هو مش مطلوب، بس نجيبه ايه المشكله يعني؟ اذا ربما يكون طالبه بعد كده. طيب في مسائل تانيه يعني اقصد. طيب فاضل الجيفن بتاع ايه؟ طب ما الجيفن بتاع ايه ده انا استغليته اهو، لما جبت منه ان دي 4 يبقى ده خلصان اوريدي. انا كده خلصت الجيفن. بص يا جماعه بعد ما خلصت الجيفنز واستفدت منها ايه اللي هيحصل؟ ايه المطلوب؟ برمتر اوف ترانجل دي ام اي، حاضر. اعمل له ذير فور، دايما الريكوايرد بروف يا جماعه نكتب قبله ذير فور، لان ده استنتاج، ده ديدكشن. برمتر اوف ترانجل دي ام اي، البرمتر بتاع الترانجل يجمع السايدز. طب ما ده طلع 3، ده طلع 2، ده طلع 4، اقول له 3 بلس 2 بلس 4 ايكوال 9 سنتيمتر. كده المسألة يا جماعة ما تخرش الماية زي ما بيقولوا، ما فيهاش الهوا. استفدت له من كل الجيفن اللي قالها لي، راسم له الرسمة، راسم له الرسمة، معلش أنا عامله سايلنت. في نفس الوقت هو عامل لي إيه؟ يعني أنا راسم له الرسمة وكتب جيفن استفدت منها كلها وطلعت له المطلوب بتاعه في الآخر كيو إي دي كمان، يبقى أنا كده يعني إيه؟ عداني لعيب، يعني كيو إي دي أنا خلصت لك المسألة. أو علامة الشباك دي يا جماعة. بس تمام؟ شفتوا بقى البروف سهل ازاي؟ بس نمشي وراها. ماشي. أنا هخلي معلش المسألة اللي بعدها دي للمرة الجاية عشان برضو البريك. بس أنا يهمني أنتوا فهمتوا طريقة البروف، يعني أنتوا ممكن حتى نخلي المسألة اللي فاضلة دي نخليها هوم ورك. خلي المسألة الأخيرة دي هوم ورك، بس عايزكم تكتبوها لي بنفس الطريقة دي بقى. يعني المسألة الأخيرة خالص يا جماعة اللي هي التوتال أنجلز اللي في بعض دول تعملوها لي هوم ورك، بس عايزكم تكتبوها لي بنفس الشغل ده. يعني ما تقولش قايل لي إيه البريمتر هيبقى كذا، لا أنا ما بقولكش فايند، أنا بقول لك بروف. تمام كده؟ حتى لو بقول لك فايند اكتب أنت كده. مش هتنقص فيمتو درجة في المسألة. تمام؟ فالهوم ورك هيخليه المسألة الأخيرة دي عايزكم تحلها لي بس بالبروف. آخر مسألة كانت مستر 3 و4؟ يا ريت، وهي دي إحنا حليناها. حليناها بس مش اوكي. مشكله، يا ريت لو تحليهم تعمل تاني فورورد انا اعلم بتاعها. لكم عليهم. سنة ده هاخد لكم عليهم زي كومنت كده اهو، اقول ان دول الهوم ورك. بس يا ريت يا جماعه اتمنى يتحلوا بنفس يعني بايه الطريقه دي، نرسم الرسمه. بس انتوا ممكن بقى على فكره في الامتحان، بس عشان ما عنديش مكان، ممكن ترسم الرسمه فوق فوق وتكتب الكلام ده كله تحت يفضل. وبص يا جماعه اي داتا اطلعها احطها، اجري احطها على الرسم. يعني انا طلعت ام دي اكتشفت انه بتري، احط له 3 على الرسم. المصحح يا جماعه بيحب الرسمه تكون كده، اصل الرسمه دي عامله زي الخريطه. انا لما اقول لك مثلا هنا مصر وهنا ليبيا، انت هتستنتج ان هنا السودان وهنا البحر الاحمر وهنا، فهو ده اللي بيحصل. لما انت تجيب لي خريطه فاضيه، ولا لما تجيبها لي مليانه عليها اسماء الدول، لا عليها اسماء الدول انا اقدر اعرف. فده نفس القصه، الرسمه الاول كانت فاضيه، هو ما كانش مدينا الا الايت. انا كده مليتها له داتا، فكده تبقى جميله. لو انا حتى ناسي حاجه هنا في الكتابه، المصحح يبص ده عاملها اهو، بس هو نسي يكتبها هنا، ياخد درجتها. الرسمه يا جماعه بتكمل حلنا. يعني اللي انا نسيت اكتبه هنا، المصحح بيلاقيه على الرسم، يديني عليها الدرجه. في ناس يقول لك ما ترسمش الرسم، لا ارسمها. ارسمها لان انا لو نسيت حاجه هنا مكتوب على الرسمه، المصحح هيديني الدرجه. انا اغرى مين لما ارسمها؟ مش عارف ارسمها احط عليها ورقه الاجابه واشفها عادي، انا
لما انت تحط عليها الورقه، ما الورقه بتبقى برضو خفيفه شويه. ده لو انا يعني مش معقول حد مش عارف يرسم تراينجل يعني، وفي الحوارات دي يعني احنا مش اطفال صغيره، هنعرف نرسمه. مش لازم ارسمه زيه بالظبط يعني، مش لازم ارسمه يعني الترانجل مميل كده، ارسمه باي طريقه. المهم ايه؟ ابين عليه الداتا بتاعتي ان في هنا علامه الميد بوينت، ده فور، ده الحاجات دي يا جماعه زي ما قلت لكم. لو انا نسيت حاجه هنا المصاحب يديني على الرسم. تمام، اشوفكم المره الجايه عشان بس ما بعلكوش البريك برضه. اوكي، واي حاجه مش مفهومه هنقولها تاني. اوكي، السلام عليكم.